السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريم، إن شاء الله تكونوا طيبين. اليوم أول يوم إجازة سبت لي زوجي ديميتري، فقررنا اليوم نروح فاستيفال. Do you know the name of the festival? Say hi. Say hi. Hi. Hi, Adam. Say hi. Hi. Hi, Julia. Say good morning, guys. اليوم حاخدكم معانا على فاستيفال. Do you remember the name of the festival? Is it 14th something 17th Street Festival. Yeah. في عندهم طبعا مأكولات مختلفة، عندهم ألعاب الأطفال، عندهم أشياء منوعة. أنا ما أعرف بالضبط يعني إيش فيه، بس حيكون أشياء منوعة وتستحق البلوك، فحناخدكم سوا. فيلا بينا. فدوبنا طلعنا، شوفوا، بس حابة أوريكم إنه صارت وسيلة التنقل أو من وسائل التنقل السكوترز هذه. تخيلوا تدفعوا تسووا سكان للبطاقة حقتكم، تستأجروها وتروحوا زي هذولي ما شاء الله. وإحنا بهذه بلاش العربية. هنا طبعا آيس كريم تراك في كل زاوية في واشنطن. No, I was gonna say there's a bunch of museums that are they're free. طيب انا وصلتني معلومه انه كل المعارض هنا الميوزيومز ببلاش، بس المعلومه هذه ليست صحيحه، لانه شيكت على ميوزيوم واحد هنا قريب مني مكتوب للكبار ب 25 وللصغار اي ثينك فري. Anything that says Smithsonian is free. Yes, Smithsonian museums are all free entry. Okay, so أي شيء مكتوب عليه، أي معرض مكتوب عليه Smithsonian free، يعني بلاش. هذا المكان اسمه United States Navy Memorial، مكتوب هنا زي ما شايفين. كله نوافير و sculptures، أشياء. شوفوا كيف هذا اللي قاعد يصور انبطح لنا هنا. ما أخذت خسارة، بس هذه باص للسياح نزلوهم، وشوفوهم قاعدين بكاميراتهم يصورون هذا المنطقة السياحية. اوكي، وهذا هو مبنى ريغان. تحت هنا بجنبه في فود فاستيفال، من اكلات من جميع البلدان، كل جمعة يفتحوا من 11 الى الساعة 2. اوكي، حذروا ايش هذه؟ سفارة سلطنة عمان. مرينا من جنب سفارتكم يا اهل سلطنة عمان. والله بدفع لك. I promise. Well, there you go. For the guy in the bucket. See the orange bucket over there? Put the dollar in the bucket. In the orange bucket. Something on your cell phone. Hot water. Ice cold. Snap. Oh, you're snapping. Oh, really? Blackout. Oh, blackout. Oh my goodness. Can you dance like him? Zombie, والله zombie. Did you see that? No. اخيرا وصلنا بالسلامة. شوفوا المخيمات هذه هناك بنكون. مرة مستعدة، مرة جعانة. Are you hungry boo? ابدا مو زي جوعي انا حار، وادم كمان قال لي تعبان وحس اني ابغى اكل جعان. Where are you going Julia?
No, we're not going to a restaurant. We're going to the festival. Let's go. أخذت ثنتين عشان لا تخلص. Good job, boo. Julia, what's going in? Julia دخلت. آدم دخل وراها. خلينا نشوف إذا أقدر أوقفهم. تسلد مرة ثانية الأخت تمشي خلي بشلتينا. واي لوك ات ادم ياي والله حاجات حلوة للأولاد. طيب دام انه ديمتري هنا جالس مع الأولاد أنا وجوليا خلاص ناشبين في اللعبة هذه بتحلقوا مليون مرة. قلت أروح أدور أشوف ايش في البازارات هذه ايش عندهم. طيب أخذكم في جولة. هنا كمان عندهم تعليقات. وين هذول اللي كذا؟ اوكي جايز ما ادري هذول عجبوني للاولاد اخذها وجربها عليهم. جي سكويرد فيري نايس سليب اند بيس. هذا شيء يخلي الواحد ينام. كان اي اوبن ذس اند سمول. Our Sleep in Peace candle is a marjoram and lavender based candle. Nice. It gets its name from the historic uses of the essential oils that are in it. So there's no artificial or synthetic fragrance or scenting in any of our products. It's all organic? It's organic friendly. Soy wax cannot be actually, no soy wax can be organic. But we chose one that is as close to being that as possible. There's no additives, no chemicals, nothing artificial. No. Okay. All right, cool. Thank you. Sure. So what do you do? Cards, artwork, yeah, so frames? Mostly watercolor on most of the walls. And some of this is alcohol ink on panel. Okay. And new cards and originals and okay. Yeah, Sarah Andrews and Catherine. Hi, Sarah. So both of them, اثنيناتهم هذول هم الارتست, Catherine and Sarah. Oh, على خشب. شوفوا الرسمة على الخشب. Nice. I know Dimitri. I think هشتري له هذا. All we really have to do is care for the people and things that we love. طيب اليوم دام المقولة هذه قريتها خلونا let's care about people. اليوم حابة ألاقي أي أحد هومليس وأشتري له غدا بصراحة كذا في نفسي. قاعد أقول ديمتري مليان أشوف كثير ناس في الشوارع واللي أمس كان مطر وكان في أحد مغطى عليه ببلاستيك. Yes, I got it. جوليا. Okay, let daddy put the bracelet. This one? Yeah, a red one was for Julia. Nice. I hope it fits. Oh, perfect. Nice, I like. Wow, beautiful. I like it. شايفة واحد هنا. Hi, sir. I got you lunch. Here you go. It's okay. This is chicken meal. And this is your Coke. Here you go. Thank you, miss. God bless you. I hope you like it. Enjoy. Yeah, so لقينا هذا تريو مطعم I think إيطالي. Come on, guys. Whoa. هذه بيتزا. Okay, هذا Greek salad. إيش كمان؟ Apple juice. أولاد. هذا مبسوط. جوليا حبيب الماما. Take a slice like this. It's a little bit hot. No, it's not too hot.
beautiful. العافية. وأنا هذا طلبي هنا الشيكن هو مكتوب دلت لي chicken wraps. أنا طلب شاورما. So we're here for the ice cream. Gina, خد ice cream لولاد. Alright, I'll lift which you one? And you can point. This one. Oh yeah. Oh yeah, that's really good. This one? مرة حلو شكله طعم. Julia, do you want the same one like Adam? Two okay, eight. Two. Yeah. Thank you, sir. You're welcome. Where are you from? Egypt. أهلا وسهلا فيك. كنت عارفة. أنا كنت متأكد إن أنت عربية. أيوة بالضبط. أهلا وسهلا فيك. يلا باي باي. طيب إيش السالفة هنا؟ كلهم لابسين أبيض. What is going on here? طاحت هذه بلا. معليش في البلوج حقي حتكون هنا. والله شوف إنها كأنها زواج. طاولة. Is this a wedding? No. Like a picnic. Picnic, okay. Picnic, يا جماعة. Picnic راقي محترم. شوفوا كيف على الطاولة شغلات. Okay, guys, جينا على نهاية الفلوج. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. Please let me تعملوا share, like, subscribe. وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. Bye. See you next time. See you. Bye.